خلصت مدرسة من عمان من المدرسة الأرثوذكسية طلعت من عمان لأمريكا درست هندسة كهربائية وكمبيوتر درست بعديها رياضيات وعملت بي اتش دي بالإنجينيرينج بالهندسة بعديها اشتغلت مع ناسا جت بروبلشن لاب في كاليفورنيا من ناسا انتقلت لمايكروسوفت اشتغلت مع مايكروسوفت 5 سنين ابتداء من الابحاث من مايكروسوفت ريسيرش الى البرودكتس بال 2003 قررت انه ارجع على عمان بدينا شركه جديده اسمها دي ام اكس جروب جزء كانت من الشركه الاولى واستمرت الشركه الاولى في مهمتها او في رسالتها دي ام اكس جروب خلال سنه وشيء اجت عليها ياهو كانت احد عملائنا قرروا انهم يشتروا الشركه وكنتيجه لهذا انتقلت مره ثانيه لكاليفورنيا بياهو كنت اكزيكتيف فايس بريزيدنت وتشيف داتا اوفيسر لفتره 4 سنين تركت ياهو مؤخرا سنه 2008 استثمرت بشركات كثير في الاردن وفي المنطقه واستمريت في الاستثمار في شركات تكنولوجيا في أمريكا ولاحظت في هذيك الفترة أنه الأردن خاصة مش بس فيه أفكار بس فيه شركات عم تنمو بشكل كبير وأن الاستثمارات على المراحل التأسيسية لهذه الشركات عم بتجيب مردود كبير هلا يعني من وين تيجي أفكار أن الواحد يبدأ شركة جديدة بالنسبة إلي أهم مصدر لهذه الأفكار هو فهم المستخدم أو اليوزر اللي رح يشتري هذا البرودكت فإذا كان عندك فهم لهذه المشكلة فهم لإيش إيش هي المعاناة اللي عم نحلها الباقي بسيط جدا الباقي يعني مجرد إن نفكر كيف الحل وبعديها التكنيكاليتيز كيف بنخلي الحل يشتغل العادة الأفكار هاي بتجي بأشياء الواحد بيهتم فيها شخصيا فعادة هي كومبينيشن من اهتمام شخصي بناحية ما انه مثلا انا عندي عم بشوف فوضى بالالكترونيك ريكوردز او حتى بالسجلات وبالهيك وبدي انظمها او الانترنت مثلا بتعطي كثير فرص للديسكاونتس تنزيلات والواحد يوفر فلوس والآخره ولكن مين عنده وقت إنه يلاحق كل هالأوفرز الموجودة العروض خاصة على الإنترنت في آلاف باليوم تيجي فكيف ممكن إنه نفلترها إنه نعرضها مثلا بشكل جيد للمستخدمين هذه بتمثل مشكلة بنحاول نحلها والواحد طبعا لما بفكر بالحل والحل يكون فيه نوع من الانوفيشن او التطوير وقتها هدول الاثنين مع بعض بصير الواحد عنده نشاط وحماس انه خلينا ناخذ هاي الفكره وهاي المشكله والحل اللي فكرنا فيه ونحوله لشركه بعديها بيجي التفكير انه اوكي هاي الشركه ممكن تربح كيف تربح من وين بيجي الفلوس لكن اهم شيء هو التركيز على حل المشكله للمستخدم او للكاستمر العميل اللي راح يشتري هذا المنتج او هذه الخدمه